الأخيرة لمن هذه الكرة لمن هي لمن هي لمن فيني على المحاولة مدريدية فيني بنزيما يا إلهي مرنج جميل أي مرتدة يا مدريد أي مرتدة يا مدريد سلاحهم قوتهم سطوتهم خطورتهم المرتدات التحولات من الدفاع إلى الهجوم الاندفاع نحو الهجوم نحو المرمى نحو الهدف نحو تأكيد العودة الكرة كانت لبنزيما رودريغو يا جماعة رودريغو فيني حطم والكرة بعد ذلك إلى الشباك سجل مدريد من هدف مرتدة بعد أن ضيع برشلونة هدفا محققا يا لكرة القدم وحلاوتها وقسوتها وروعتها بعد أن كان هدف لبرشلونة تحول على النقيض تماما واختارت أن تكون بيضاء في هذه اللقطة لمدريد اللي استغل الهفوة البرشلونية بعد أن تركوا مساحات كبيرة والشوارع فارغة وتركوا بنزيما وفيني ورودريغو ليصرخ مدريد في الكامب نو ويسجل فيني الهدف الأول في هذه الموقعة بعد أن ضيعتم هذه الفرصة يا غافي الفرصة اللي كانت خطيرة على وقع هذه الإثارة في نهاية الشوط الأول على وقع بعد ذلك على التمريرة الطويلة أقرب إلى ميليتاو لمصعة ريال مدريد محاولة تبقى لي إدر لمسة لمصحة مودريتش مر مودريتش خطيرة لكريم والتسديدة الثانية الله روعة الهدف الثاني للبرنجي اثنين لمدريد عن طريق كريم بنزيما لوكا يا جماعة لوكا المرور الجميل التمرير المريحة بنزيما يضرب بالثاني في الكامب نو ريال مدريد يقلب الموازين يقلب النتيجة ويتقدم بالهدف الثاني في ملعب كامب نو القائد كريم بنزيما بروعة كبيرة يا باتلان شوف مرة أخرى الحرس القديم الكرة اللي من جانب لوكا مودريتش من صنعوا ربيع ريال مدريد عادوا ليلمعون هنا بعد أن بلغوا مرمى فريق تشافي ويقترب أكثر من الوصول إلى النهائي أي ليلة صعبة هنا في هذه الموقعة هدف مدريدي جاء عن طريق فالفيردي يكسب ريال مدريد الآن لرودريغو انتظار مساندة أكبر حلوة التمريرة لوكا مودريتش عرضية خطيرة أمام الجميع مرت بمنتهى الروعة يا جماعة مودريتش العودة بعد ذلك على اليسار تبقى لمصعة فينيسيوس فيني يبحث عن الحلول يحافظ على الكرة وصافرة وركلة جزاء نعم ركلة جزاء لريال مدريد يا له من سيناريو فينيسيوس جونيور يحصل على ركلة جزائية يجعل ريال مدريد قريب من ثلاثية نظيفة في كامب نو يا له من سيناريو يا لها من لقطة شوفها مرة أخرى فيني مرة فيني أمام فرانك كيسي ماذا فعلت يا كيسي ماذا فعلت يا كيسي هذه لقطة أخرى أمام حكم المباراة مباشرة صورة كانت واضحة قريبة من الحكم إنه في إعاقة وفي تلامس وفي ركلة جزائية غونزاليس حكم الفيديو في غرفة الفار يتأكد أيضا مسوم ويفطر على شباك الخصوم بنزيما أمام تير شتيغن بنزيما الثالث يا مدريد نعم الثالث يا مدريد بنزيما من علامة الجزاء كريم يسجل ثلاثية لمدريد في مرمى برشلونة الهدف الثالث لريال مدريد سبحان مغير الأحوال شوط ثاني مدريدي بالكامل بروعة كبيرة بعد أن كان البرسا عنده كورة وسيطرة في الحصة الأولى العبرة في الخواتيم بعد ذلك مدريد يركب نصف النهائي ويضرب موعدا تقريبا مع أوساسونا